السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناتي. معاكم آلاء عامر، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة يا رب العالمين. النهاردة أنا صحيت الصبح بدري، عايز أقول لكم يعني كان ورايا شوية حاجات كده عايز أعملها، من أهمها طبعا إن أنا النهاردة عندي زيارة للدكتور. الفيديو ده متصور من أسبوع تقريبا اللي فات، فأعذروني بقى على تأخيري في نزوله لأن كان في يعني أولويات لفيديوهات تانية تنزل والحاجات دي. المهم يعني أنا أول ما صحيت بصراحة ابتديت بالحاجة اللي هي ممكن تاخد مني مجهود شوية. في بداية اليوم الواحد بيبقى نشيط جدا، وساعات بحس ان انا يعني ممكن اعمل حاجات كتيرة قوي، بس فببدأ بالصعب الاول عشان لو مجهودي ما كفاش يبقى عملنا الحاجات الصعبة الاول. فالمهم بدأت بالتلاجة، فضيتها كلها من الحاجات اللي كانت فيها وشفت ايه اللي عايز يتحط على بعضه. في حاجات بتبقى مثلا علبة جبنة مع علبة جبنة تانية ممكن ألمهم كده في علبة واحدة، شوية زيتون لقيتهم في علبة كبيرة قوي ومعاهم مية وزيت، ففضيتهم برضو في علبة تانية صغيرة وشلت منهم المية بقى عشان يتاكلوا. الحاجات دي كلها، البيض برضو لميته كله في علبة البيض بدل ما كان في شوية في الباب بتلاجة وكان في شوية في علبة البيض نفسه. انا نظفتها على فكرة على مراحل، يعني فضيت رف رف، ما فصلتش التلاجة وفضيتها كلها مرة واحدة زي ما بنعمل. بصوا دي درجة الحرارة اللي انا ظبطت عليها التلاجة رقم 6، عشان ناس كتير بتسألني برغم ان بيتهيأ لي كده مش كل التلاجات زي بعضها، لان تلاجتي دي توشيبا، واختلاف الموديلات برضو ممكن يكون في فرق برضو في اختلاف درجات الحرارة وطريقة ظبطها وكده، فمش عارفة بقى. بس أنا حبيت أوريكم درجة الحرارة عشان دايما بتسأل عنها هي والديب فريزر. خلاص المهم يعني ايه، وزي ما قلت لكم فضيت رف رف. باب التلاجة على فكرة ما فضيتهوش خالص لأنه كان نظيف ما فيهوش حاجة، أنا ببقى حريصة إن كل حاجة محطوطة في الباب تكون مقفولة سواء في برطمان أو في علبة بغطا والحاجات دي، فما فيش تسريب الحمد لله عندي خالص. المهم يعني إن أنا حطيت الحاجة وهنشف كل الأرفف وهي ناشفة، وهي قصدي راكبة، عشان ما تتعبنيش يعني في التنشيف وهي لوحدها كده، وهي موجودة في مكانها بتبقى اسهل بكتير. المهم يعني في اجزاء من الرف، في رف في ايديا كان فيه شرخ كنت عايزة اروح اجيب غيره بصراحة من التوكيل العربي، بس انا ما عنديش وقت او مش ما عنديش يعني بصراحة ما اقدرش اروح هناك لانه مكانه في محطة الرمل، وزوجي بصراحة الفترة اللي احنا فيها دي مشغول جدا جدا جدا، ما اقدرش اكلمه في اي حاجة من الحاجات اللي هي فيها مشاوير، فانا يعني مستحملة الرف معايا والحمد لله محافظة عليه عشان برضو ما يكسرش او ياخد الحاجة ويقع، هو مشروخ بس. الحاجات دي على فكرة موجودة في التوكيل، تقدروا تشتروها بمكان ما تعرفوا توكيل في محافظتكم للتلاجة بتاعتكم او للحاجة دي، بتتباع تقريبا بسعر يعني بسعر لوحده، يعني تقدري تشتري رف لوحده او درج لوحده او لا قدر الله حاجه مثلا من اي حاجه من حاجه التلاجه دي. فزي ما قلت لكم كده تنظيف التلاجه بالنسبه لي المره دي كان اسهل بكتير لان انا ما فضيتش التلاجه مره واحده ولقيت الحاجه اتراكمت عندي على الرخامه، واللي محتاج غسيل مواعين واللي محتاج يتفضي في علب اصغر، الكلام ده كله بيعمل مجهود، فانا مسكت رف رف بصراحه وكنت التلاجه شغاله، خلصت كل حاجه في الرف اقوم شايلاها على جنب واحط الرف اللي وراه وهكذا، واغسل الرف اول باول لحد ما خلصت التلاجة كلها، فتحتها بس في 5 دقايق كده نظفتها كلها من جوه ولمعتها وقفلت. بص عايزه اقول لكم بقى اللي انتوا شايفينه ده بذره عنب، بذره عنب ايه، لبه بطيخ لقيتها مزرعه لوحدها. فين بقى؟ في المصفى بتاعت المعالق والشوك، مصفة المعالق والشوك اللي عندي بيتصفي فيها المية بتاعت المعالق. فسبحان الله لما رجعت من عند ماما عايزة اقولكوا لقيت زرعة طالعة من وسط المعالق كده، بقول ايه الزرعة دي يعني مش فاهمة، فلقيتها لبة بطيخ مزرعة مع من ضمن المية اللي نازلة من المعالق ومطلعة الفرع اللي انتوا شفتوه ده. نقلتها طبعا وحطيتها في كوباية بلاستيك وسايباها بقى تزرع، يمكن تطلع لنا بطيخة الصيف الجاي ولا حاجة. فكانت جميلة جدا، مروان نفسه يزرع بطيخ بقاله فترة محوش اللب وعايز يزرعه، سبحان الله هي زرعت لوحدها. المهم بقى ايه، كنت خلاص لبست، الدكتور بتاعي بيجي الصبح، فقلت بسرعة كده، انا كنت حاجزة الميعاد بتاعي وعارفة ميعاده يعني ان شاء الله هوصل على امتى، فقلت يلا البس الولاد وخليتهم يفطروا وخليتهم يلبسوا، وانا كمان كنت فتره اصلا الصبح عادي خالص، بس كان فاضل لي اعمل حاجه اشربها قبل ما انزل كده، فقلت اعمل كاكاو باللبن. دلوقتي ما بقيتش شرط اشرب قهوه خلي بالكم، عشان يعني ايه ما حبيتش بقى الشهر الاخير من غير شهر، يعني انا كنت دلوقتي يعني ساعه ما صورت لكم كنت في اخر الثامن خالص، يعني فاضل لي كام يوم بس وادخل التاسع، حاليا وانا بكلمكم تقريبا في التاسع يعني. عشان ناس كتير بتسألني انتي بقيتي في الكام دلوقت، فالتحاليل اللي انا عملتها كانت تحاليل اللي هي بتبقى قبل الولادة،
وبتبقى قبل العمليات عموما يعني. فدي اللي انا كنت بصراحه خايفه منها جدا، وكنت قلقانه قوي من سكر الحمل، وناس كتير كانت بتطمن عليا كل شويه بصراحه. ربنا يبارك فيكم ويعزكم يا رب. السكر اخباره ايه؟ وطمنينا على التحاليل، الحمد لله التحاليل طلعت تمام. يعني دي اكتر حاجه كانت مقلقاني جدا هو السكر. والدكتور كان قايل لي انتبه لموضوع انتفاخ الارجل وكده، انتوا عارفين الرجل احيانا في اخر الحمل بتنفخ، فممكن يكون ضغط لا قدر الله، ممكن يكون سكر، ممكن يكون بدايات لتسمم الحمل. فربنا يعافينا ويعافيكم، انتبهوا للحاجات دي بصراحة. اقل عرض بيحصل طارئ في الحمل لازم ننتبه ليه، لان بيبقى وراه معنى. فكل ام تاخد بالها كويس جدا من الحاجات دي والمواضيع دي. في اوقات كمان حركة الجنين بتكون دليل على حاجات تانية كتيرة جدا برضو الام لازم تركز معاها. يعني احيانا الام بتبقى مفكرة ان حركة الجنين دي عبارة عن حاجة كويسة كده، الولد بيلعب وخلاص، لكن هي ليها مدلولات تانية كتيرة جدا عن صحة الجنين، عن سلامة الغذاء اللي بيوصل له، هل بيوصل له اصلا غذاء ولا لا. فانتبهوا للموضوع ده طول فترة الحمل، بالذات في الفترة الاخيرة اللي هي بتكون شهر 8 الثامن والتاسع قصدي، دي بتبقى مهمة جدا ان انت تبقي منتبهة للمواضيع دي كلها. زيادة حصلت في وزنك بطريقة مبالغة، حسيتي بضربات قلب سريعة، صداع، وجع في الراس، لا قدر الله، الحاجات دي ممكن تكون مؤشرات لحاجات انت مش في دماغك خالص. فلازم تبقي منتبهة وتنبهي الدكتور ليها وتبلغيه اول باول، ما فيهاش اي مشكلة خالص. انا لميت حاجتي، خدت الورق بتاعي التحاليل عشان الدكتور يشوفها، وخدت كمان دفتر المتابعه والحاجات بتاعتنا يعني. والدكتور قال لي طبعا احتفظي بالتحاليل عشان تاخديها معاكي باذن الله في الولاده. فان شاء الله بعد ما الدكتور شافها اخدتها على طول وحطيتها في الشنطه اللي انا هحضرها للمستشفى وكده، عشان اي دكتور لو الدكتور بتاعي ما لحقنيش في الولاده او ما جاليش لاي ظرف من الظروف. احيانا الدكاتره بيبقى عندها مؤتمرات بره، بتبقى مسافره بره، فممكن حد من المستشفى نفسها يولدني، فبرضو الدكتور اللي مش هيبقى متابعني اصلا لازم يبقى عارف او مطلع على التحاليل بتاعتي على الاقل لحد ما الدكتور بتاعي يجي. فهمتوا؟ فالتحاليل دي برضو يعني الدكتور مش لما يبص لوشك هيعرف فيك ايه، لازم يبص في التحاليل. المهم انا خلصت الحمد لله، والدكتور طمني وقال لي ايه تمام التحاليل الحمد لله زي الفل، بس قال لي عشان زيادة الوزن لازم نقلل برضو زي ما احنا في السكر. قلت له بصراحة انا اصلا يعني قفلت منه وخفت منه على الفاضي يعني، بس الحمد لله اهو التنبيه عشان الواحد يبقى منتبه لنفسه. واحنا مروحين بقى عايز اقول لكم جبت شويه حاجات، يعني كان عيش وباتيه، وقبل ما انزل زي ما شفتوا كده برضه عملت سندويتش وعملت كاكاو سخن في الكنكه بتاعه القهوه دي، جميله جدا على فكره، بتعمل الكاكاو حلو قوي. وجبت جبنه تركي، كان ما عنديش جبن صراحه يعني في البيت غير قليل قوي قوي، فما كنتش باكل من اللي كان موجود في البيت، فقلت بقى عشان كانت حادقه الجبنه اللي عندي كانت حادقه، وانا بصراحه بطلت اكل الموالح قوي والمحليات قوي تمام، عشان الميه برضو خلي بالكو في فتره الحمل بالذات لو احنا في صيف زي كده بتحبس السوائل في الجسم، فاحنا مش عايزين حاجه يعني تعمل لنا انتفاخات او تورمات يعني بمعنى اصح. وفي نفس الوقت كمان المالح بيعطش بزياده، فاحنا محتاجين اساسا نشرب من غير عطش. يعني طول ما انت قاعده مش لازم تحسي بالعطش عشان تشربي، ما بالك بقى ان اكلتي حاجه مالحه هتخليكي عطشانه طول الوقت، وفي نفس الوقت بصراحه مش مفيده خالص. ابعدوا عن المالح بزياده، عن الحل المحلي بزياده عشان صحتنا يعني. فوق العموم كمان خلي بالكم والله الناس العاديه الطبيعيه. فخلاص انا كده فطرت فتره تانية او فطرت للمره التانية عشان بس اعرف استنى للغدا، لان الغدا اللي ممكن ياخد معايا ساعه ونص لسه في الفرن وكده. طلعت اسهل حاجه في الدنيا ان انا طلعت كيس خضار من اللي كان عندي في الفريزر، هو خضار مشكل فيه فاصوليا وبسله وجزر وكوسه، وقطعت عليه شويه بصلايه واحده بس قطعتها كده اي شكل عشوائي. طلعت الكيس، الحاجه الوحيده اللي متشوحه في الخضار ده هو الفاصوليا والكوسه، الباقي كله كان نايف ناي. حطيتهم في البايركس اللي انا هسوي فيه، وقبل ما انزل من البيت كنت مطلعه طبخه الفراخ اللي انا هشتغل بيها النهارده 4 اوراق، متبلاهم عادي قبل ما اشيلهم، فكنت سايباهم يفكوا بس. فلما رجعت لقيتهم فكوا بنسبه مثلا 60%، فقلت هشتغل بيهم كده على طول، يا دوب بس سخنت الفرن عشان لما ادخل الطاجن بتاعي كله يبدا يدخل في سوا. حطيت بس عليه شويه ملح شويه فلفل اسمر وحدعك كل ده في بعضه، والبصله طبعا مش هحط توم لان الفراخ اللي انا كنت متبلاها كنت متبلاها معاكم في تفريزات الشهر، كنت متبلاها بتوم، توم وريحان وملح وفلفل اسمر وتقريبا كده عصير ليمون على ما اتذكر يعني. فانا عارفه ان هي التتبيله كان فيها توم ما فيهاش بصل، فقلت هحط البصل في الخضار والتوم زي ما هو في الفراخ.
طبعا عشان الخضار ده هينزل ميته وهيستوي وكله تمام، بس برضو حطيت شوية صلصة يعني زي ما تقولوا كده، كان المفروض اعملها ني في ني، بس قلت احط صلصة عشان تتاكل يبقى منظرها خضار فعلا وبرام كده وبتاع، بس مش شرط يعني نحط صلصة، لما الخضار بيستوي ني في ني لونه ابيض والله بيطلع طعمه حلو جدا وبيبقى صحي قوي، بالذات لو ما حطيتيش اي دهون. انا فعلا ما حطيتش دهون خالص، هعتمد على الفراخ، هتنزل كل الدهون اللي فيها وهتبقى هي دي يعني مصدر الدهون بتاعتنا. طلعت بقى الفرخة بالشكل ده، انا كنت حاطة على الصلصة شوية مية عشان بس تبقى سايلة كده، وفي الاخر هحط مية تانية عشان طبعا ما فيش حاجة تنشف مني في الفرن، والبايركس من الحاجات اللي ما ينفعش في نص الطبخة افتح عليها الفرن اقوم مزودها مية، البايركس ساعتها هيتكسر مني. رصيت الاوراق فوق الفراخ بالشكل ده، وسبت اخر حاجة في الصلصة حبة صغيرين جدا هحطهم على وش الفراخ عشان لما نفتح عليهم الشواية ياخدوا لون ويبقى شكلهم حلو. بس هدعكم دعكة بسيطة كده، هغلف الصينية بتاعتي لان الخضار والفراخ كانوا متجمدين فممكن ياخدوا وقت بزيادة شوية عن لو كانوا كلهم فريش، ما كانوش هيستاهلوا ان انا اغطي البرام بتاعي كله. حطيت بس كده بتاع 3/4 كوباية مية، وهحط لها ورقة زبدة، دي انا مكرمشاها وبليتها بشوية مية عشان تبقى سهلة في الفرش كده، وهحط عليها ورقة فويل وهدخلها الفرن. هنعمل جنبها رز بالشعرية او رز ابيض، سلطة، شوية مخلل، والتمام جدا اسهل حاجة. بصوا ما عملتش اي حاجة غير كله في الطاجن كده، فالصيف بصراحة عايز الكلام ده، حتى لو وراكي مشوار او راجعة من الشغل تعبانة وحرانة وزهقانة، طلعي فراخك قبل ما تنزلي، كيس الخضار بتاعك حطيهم في التلاجة من تحت وروحي طبقي كل ده على بعضه ودخلي الفرن، مجرد بس هتقفي تعملي حلة رز وانتي بتغسلي ما كوبايتين اللي في الحوض ولا حاجة وكله هيبقى تمام بإذن الله. انا فتحت المروحة وهديت النار بقى عشان ايه تستوي على مهلها، عايز اقول لكم بقى ما حدش يعمل زيي لان انا سهيت عن الاكل، مش هقول لكم سهيت في ايه عشان هسمع كلمتين بصراحة فخلينا كده ايه يعني انتوا بقى خمنوا سهيت عن الاكل ازاي. المهم يعني الفراخ الحمد لله استوت، كانت اتهرت بصراحة ما شاء الله طالعة بقى زبدة بصراحة، والخضار كمان تحفة، بس هي ميته نشفت شوية لسه بقى هدخله تحت الشوايه، فطبعا هتلاقوا الصينيه كلها زادت في الغمقان، بس الفراخ حبيت اديها وش عشان ما تبقاش فاتحه كده، الولاد بيحبوا يشوفوا الفراخ المشويه. قلت في الوقت ده كنت مطلعه برتقان سايباه يفك على ما الفراخ كانت في الفرن، كنت مطلعه برتقان ومطلعه كمان جزر اللي احنا بنبقى سالقينه ومحتفظين بيه في كيس تلاجة بمية السلق بتاعته. مية السلق دي على فكرة مفيدة جدا، وهي دي اللي انا بضرب بيها العصير، لو احتاج معايا شوية مية بضيف من عندي شوية مية بس مش ساقعة عشان البرتقان والجزر بيبقوا ساقعين. حطيت بقى شوية سكر بس نزل مني بزيادة، بس طلع طعمه معقول يعني. المهم ضربتهم في الخلاط وصفيتهم وبقى عصير برتقان بالجزر، عايز اقولكم بيبقى حلو جدا، جربوه حتى كمان القوام بتاعه خففوه زي ما انتوا عايزين، زي ما هو كده تقيل او تخففوه بشويه ميه بيبقى حلو قوي، ممكن تحلوه بالعسل كمان على فكره. هنا بقى انا غرفت لنفسي طبق، حطيت طبق رز صغير قوي، حطيت ورك الفرخه، هحط شويه خضار، الخضار على فكره لما نشف عايز اقول لكم كان طعمه تحفه يعني مختلف عن الخضار اللي بصلصه كتير والكلام ده، هو اصلا الخضار كان كميته قليله جدا وما هياش الكميه الفظيعه يعني، فهو بيبقى عامل زي السوتيه كده تحت الفراخ، حتى لو ما حطيتلهوش صلصه بيبقى عامل زي السوتيه، بيبقى تحفه بجد وحلوه قوي قوي، تعتبر ممكن تكون اكله صحيه عن الاكل اللي احنا ممكن نعمله بالمسبكات وكده لو انت شلتي منه الصلصه. طبعا صبيت لنفسي كوبايه عصير، وبعد ما اتغديت غديت الولاد لان هم اصلا ما كانوش جعانين قوي وعمالين يعني يمطلوا معايا في الغدا، لا مش دلوقتي، لا اغرفي، لا استني، غيرت رايي فقلت لا انا هتغدى، يكونوا جاعوا يمكن ريحه الاكل تخليهم تفتح نفسهم. والفراخ ما شاء الله كانت مستويه جدا، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، اعذروني ان هو قصير بس فعلا والله اللي بقدر عليه بعمله عشان اسعدكم وعشان ما اتاخرش عنكم عشان انتوا كمان بتوحشوني. ربنا يجازيكم عني كل الخير في دعائكم الصالح الطيب ولسانكم الجميل، ربنا يا رب يجمعنا دايما في الخير، اسيبكم على خير باذن الله واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه حبايب قلبي.